يقول: هناك من يقول من طلبة العلم إنه يجوز للمسلم أن يعيش في بلاد الكفار مع التمكن من إظهار الدين، فهل لهذا القول وجه صحيح؟ هذا هو قول العلماء، إذا تمكن من إظهار دين وصار يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن هذا إظهار الدين، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا إظهار الدين. هذا إذا كان يقدر عليه فبقاؤه في بلاد الكفار أصلح، لأنه يدعو إلى الله ويبين هذا الدين. أما إذا كان أنه ما يقدر على إظهار دينه فلا يجوز له الإقامة في بلاد الشرك إلا بقدر الضرورة. إذا كان ما يقدر على الهجرة فيتمسك بدينه إلى أن يقدر ثم يهاجر، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يملكون حيلة ولا يهتدون، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. الله إنه هؤلاء عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. نعم.